موجودين اليوم بعروس الشمال إربد في منطقة البارحة، خصيصا لنلتقي بهالعائلة الظريفة من بيت البطاينة حتى نلتقي ونشوف ونتعرف على أقدم بيت في منطقة البارحة اللي بتجاوز عمره أكثر من 300 سنة. خليكم معنا بهذا التقرير لنعرف أكثر وتفاصيل أكثر عن هذا البيت. سيد محمود، تحكي لنا بس نبذة صغيرة عن البيت، قد ايه عمره، قد ايه التفاصيل، يعني كم جد توارث هذا البيت؟ والله معظم اهلي تواجدوا في هذا البيت، ابوي وجدي وابو جدي من قبل هيك، وهذا الحكي من يعني 250 سنة، ربما 300 سنة. 300 سنة عم تحكي عن عمر كتير طويل، يعني لو حكينا لو كل جد عاش 100 سنة عم تحكي عن ثلاث جدود، وهلأ جيل جديد عم بيعيش فيه كمان. صحيح صحيح، ومثل ما حكيت لك أنا جدودي اثنين عمروا وبنفس الوقت اثنين كانوا يخلفوا مع أحفادهم، يعني إذا هذا الحكي يبدو غريب هلأ فهذا كان واقع. تعرفنا على الجزء كمان، جزء تاني من هذا البيت. طبعا ناخد يلا جولة. يلا واضح من المعالم، واضح من الشكل، هاي اللي قديش عمرها؟ هاي من بدايات البيت اصلا. فعلا هذا المدخل الرئيسي امامنا هون، فهذا يعني الاصل شكلنا هون، الاصل في غرفتين برا، وهذه كان حوش اصلا. هذه الغرف الصغيره كانت اماكن للدجاج والارانب هذا في ايام قبل 300 سنه. ايه لكن هلا شكلنا هون وعملتوا لمسة بس ضليتوا محتفظين بالشيء القديم. طبعا إذا بتلاحظي في حجر صغيرة مثل ما حكيت لك، هذا أصلا كان حوش للأشياء اللي كنا نربيها للحيوانات، وكان هذيك الأيام الكل عنده شوية غنم، شوية دجاج، شوية أرانب. إنتاج ذاتي، يكون الأشياء اللي بيحتاجها قوت البيت يكون كل واحد موجود في بيته. بدي أشوف المراية اللي قدامي، وشي قديم. هذه أصلاً كانوا موجودين في مضافتنا القديمة، لكن في مضافتنا الجديدة ما عاد لهم قديه تاريخهم مش اقل من 200 سنه، واضح عليهم انه قديمين جدا، مبين الروح لسه عايشه فيهم جد. يعني الشغل الانتيك او نحكي الصناعات اللي كانت زمان الى الان عم بتحس فيها لمسه، فيها نوعيه كمان، وفيها يعني فيها متانة، عشان هيك بتستمر. يعني هدول فعلا بعتقد عمرهم مش أقل من 200 سنة، فطبعا بنحتفظ فيهم احنا. هدول يعني بالنسبة لنا تريجر whatever you think. احنا هلا بدنا نقعد مع الست نائلة والست نهى لنشوف شو ذكرياتهم في البيت والحجرات، نتعرف أكثر على التفاصيل اللي ممكن أحيانا بيحتفظوا بتفاصيل خاصة لهم ما زالت في ذكراهم بيحكوها لأبنائهم وهيك. طبعا رح نكمل جولتنا بالبيت لنعرف اكثر عن التفاصيل لسه ما عرفناها عنها مع السيده نائله. ست نائله صباح الخير. ست نائله تحكي لنا عن تفاصيل لا تنسى.
في هذا البيت. من بدايات جدودنا كان هذا البيت بيت عز وبيت مفتوح للجميع، فكان يعني أقل يوم يكون موجود في هذا البيت 50 بني آدم بذات الوقت، لأنه كان الوالد كبير العشيرة يصلح ذات البيت. دائما كان البيت مفتوح، ويعني ما نلحقش على الناس اللي كانت تتواجد بالبيت. بطبيعة الحال احنا تزوجنا، كبرنا وتزوجنا وطلعنا برا، ولكن دائما على اتصال بهذا البيت. دائما الويك اند بنقضي يعني بالبيت، هون بيت اهلي. بتذكر الواحد طفولته، بتذكر كيف حتى بنات الحارة وأولاد الحارة المحيطين بينا دائما في ذاكرتنا. ست نهى، بدنا نحكي احنا وياكي كمان عن بعض الذكريات اللي بتتذكريها بهذا البيت، وذكريات ممكن تحكيها لأولادك تحكيها لأحفادك. أول شيء أهلا وسهلا فيكم. صراحة أنا مش كثير ضليعة يعني إني أعطيك كثير تفاصيل، لأنه يعني أنا من أصغر ما شاء الله العيلة يعني. بس اللي بتذكره مثلا أنا بطفولتي، بتذكر لما كنت أصحى على أبوي لما يعمل القهوة بالجرن، زي كأنه يعني صوت موسيقى كأنه. اللي بتذكره كمان مثلا من انه عندي هاي الغرفه، هاي الموجوده هلا بتشوفيها، بتذكر هاي كانت غرفه المونه. غرفه المونه هي عباره عن كلها براميل خشب كبيره، كلها هاي موجود فيها المونه تبعت البيت، لانه ما كانوش يعني كل يوم يطلع على السوق بده يشتري اغراض، كان كل شيء موجود فيها، مثلا البرغل، العدس، الرز، الملح، كل شيء موجود، يعني عباره عن سوبر ماركت موجود بالبيت، يعني كل شيء فيه. يعني هذا اللي بتذكره انا يعني مثلا وانا صغيره. بتذكر كمان شغله، كمان سنه السبعين لما صارت الحرب، في هلا في مغاره تحت البيت يعني تتسع لاكثر من 1000 بني ادم. يعني هاي بتذكر انه لما صارت الحرب كانوا كل العائلات المنطقه هاي، كل العائلات اللي ما عندهم محل يتخبوا فيه كانوا اجوا تخبوا هون. وبتذكر امي وميمه، ميمه هي مرت ابوي احنا بنقولها ميمه، كانت يقعدوا يطبخوا باكبر طنجره، يعني بقدرش اوصفك الطنجره اللي كانوا يطبخوا فيها، يعني كان الطنجره تكفي لاكثر من 150-200 شخص يسكبوا مثلا شو عندهم متواجد بالبيت مثلا. يعني ما كانوش يقدروا يطلعوا لأنه حرب، ما كانوش يطلعوا يقدروا يروحوا يشتروا الأغراض، كانوا يطبخوا من نفس الأغراض الموجودة بالبيت، اللي هي العدس مثلا، يطبخوا مجدرة، يطبخوا رز وعدس، يطبخوا. وبتذكر أنا زي يعني كيف أنه كان كل واحد جايب صينية، جايب إشي يسكب ويحطوا لهم يعني من ست نهى ست نائلة، يعني استمتعنا ببعض الذكريات اللي حكيت لنا عنها عن هذا البيت. رح نكمل أنا وياكم جولتنا الخاصة في بيت البطاينة في منطقة البارحة. طبعا بعد ما تعرفنا على تفاصيل البيت اللي ما زال مستمر على مدار 300 عام، رح نتعرف على شيء كتير معروف في منطقة إربد ومشهور فيها، وهي أكلة المكمورة. اللي تعرفنا عليها أكثر الست نهى، تحكي لنا تفاصيل. احنا ما أخذنا طبعا التفاصيل بسبب ضيق الوقت. بعد ما جهزت معنا المكمورة، تحكي لنا بس بالمختصر كيف تنعمل المكمورة. طبعا هي المكمورة ما كانت هيك في القدم، بس بتعرفي الناس حدثوها، ولضيق الوقت انه الناس صارت بتهيها تصير بساعتين ثلاثة. زمان كانوا يعملوها يحطوها بالفرن من الليل الصبح تصير، يعني بالفرن القديم اللي هو الطابون فالناس حدثوها، صاروا يعملوها بصواني منهم بالطنجرة، وصارت هي أصلا المكمورة يعني مع
معروفة عند عند أهل الشمال، معروفة أكثر طبعا شمال إربد، بس هلأ صارت الكل حتى بالمملكة يعني يعرفها. يعني شو ميزت المكمولة؟ ميزتها إنها أول شيء هي فعلا يعني مكوناتها من زيت الزيتون والطحين واللي هي حبة البركة والسمسم والكمون واليانسون، وبتنعمل طبعا على اللحمة أو على الدجاج يعني زي ما بحب الواحد. هي بطحين قمح ولا تقريبا زمان كانوا يعملوها بطحين القمح، هلا صاروا يخلطوا يعني إنه مشان تفرد معهم أكثر، يعني ما تكون سميكة وتضايق، يعني بتعرفي لأنه كلها هاي أشياء زيت ومش عارف شو شوي بتضايق الجسم. هي عبارة عن طبقات متراكمة؟ طبعاً هي عبارة، في ناس بيعملوها 25-30 طبقة حسب عرفتي شو الواحد بده يحطها بالفرن، لأنه أنتو كل ما سمكتي الطبقات بدها عرفتي بدها تاخد أكثر يعني. فهلا وفيش هالأعداد اللي كانوا يعملوها بكميات كبيرة وبطنجرة كبيرة، يعني تكون العيلة مثلاً 30 شخص يعني يقعدوا عليها، هلا ما العائلات صغرت والصينية صغرت مع العائلات حسب الحجم العائلة الصينية بتكون موجودة. يعني ست نهى ست نائلة، وإحنا كمان بنشكر السيد محمود بطاينة ومدامته اللي ما طلعت معنا على الهواء، بس هي مشكورة جدا على الجهود اليوم وضيافتهم لإلنا في بيتهم. إن شاء الله يدوم العز في بيتهم وبيتهم عمار ومن عروس الشمال ومنطقة البارحة. لكل مشاهدينا عبر شاشة برنامج يوم جديد صباح الخير، ومستمرين معكم باستديوهات يوم جديد، خليكم معنا.